أنا ما بخفيكم يا جماعة، مع الأسف كل مالها عم تغرق أكتر وأكتر، بس مع هيك بضل في أمل إنه بس يجي الولد يرجعها شعور الأمومة للحياة أول بأول. بس من هون لوقتها بدي اياكم تضلوا كلكم حواليها وما تغيب عن نظركم ولا لحظة. إن شاء الله معفاة يا رب. أنا بستأذن. ليك صارم، أنا ميال إني صدقك، وهذا أمر بيبد فيه تقرير الطبيب الشرعي. بس شو بالنسبة للمشفى الميداني اللي ناح بيتك؟ شو قصته؟ مين جهزه؟ مين كان يتداوى فيه؟ طب ليش لهلا ما بلغت عنه؟ الملك مو ملكي، أنا طول نهاري برات البيت بالورشات. خلص خلص، أنت رح تبقى عنا هاليومين لبين ما يتسكروا الملفات. ضل عندك لأيمتى ما بدك، بس انت قلي هلا شو مشان ايمان وقبر امي؟ قبر يعني مقبره، ولا شو رايك كل واحد يفتح مقبره خصوصي على حسابه؟ وايمان يا بني ادم فهم فهم علي، شقفه الورقه اللي كانت معكم كان لازم تثبتوها انت والمخلوقه مشان يكون في اثر قانوني، من دونها مالك اي صفه، يعني ببساطه ما فيك تدعي. شو بدي بشقفة الورقة اللي عم تحكي عنها؟ عم قل لك هون في حدا مقتول وانتو مهمتكم تدوروا على القاتل، بدكم اياها هيك دم يروح هدر؟ ليك انا مقدر انك ملدوع وما عم تستوعب الحكي اللي قلت لك اياه المرة الماضية، بس رح عدلك اياه مرة تانية، بلا جثة ما في شيء اسمه جريمة، فعلى الارجح البنت تكون هربت مثل ما قالوا اهلها. تفضل. شو هدول؟ السلفة اللي عطتيني اياها. لك ليش؟ نحن مو على اساس اتفقنا؟ ما عاد عندي مكان. ما عاد شو؟ ما عاد شو؟ أعوذ بالله. هي عيادة. مكان مقلي. شو فرقت القصة عن السرقة؟ عيري. اعتبريها عيري. رح تنقص من العيادة شقفة يعني؟ وإذا مشان مصاري أنا مستعدة. القصة مو قصة مصاري. إيه؟ بس يا خلصينا وان شاء الله الله خلصينا، استعيري هالعياده ساعتين زمان وان شاء الله الله، بعدين بالمصاري اللي عم بدفع لك اياهم انت فيكي تستعيري مشفى تخصصي، مو عياده هيك على قد حالها، بعدين انت كانه كثير مستقله بالمبلغ هاد، هاد قد رواتبك عن 10 سنين، بتعرفي شو يعني؟ لا تضطري، بدي منك كلمه نهائيه، بدي لحق حالي انا ادور على حدا تاني. شو قلتي؟ غير الاتفاق تبعنا. سكي آسيا.
شو عم تعملي؟ بدك تشيلي شيلي، بدك تموتي، بدك تحمليني ذنبك كل عمري. انا رح موتك، انا رح موتك، هلا رح موتك، رح موتك، رح موت حالي، رح موت حالي. ليش هيك عم تعملي؟ ليش هيك عم تعملي؟ على بكير قبل ما يصير في رجل بالبناية والناس تستغرب ليش فاتح العيادة. نعم اجي بيها معك أحسن تتعكزي عليها بالرجعة. تلاقي الخير وكنت تتأخروا. تقبل الله ماما. منا ومنك. أمريني بشي؟ أنا رايحة ساعتين زمان وبرجع بجيب غدا معي. لا تروحي، ما بدنا غدا، هو اليوم العطلة اللي بروق فيه عليكي. نيي شوي تاني بطل روحها، خلوني بلطو الزرق. شو حجي؟